حول هذه الدعوات الإسرائيلية معنا من القدس مراسل سكاي نيوز نضال كنعنة. نضال، بداية كيف ممكن قراءة هذه الرسالة من رئيس الوزراء نتنياهو، وأيضا هل تعبر عن مخاوف إسرائيلية حقيقية الآن من أي توجهات للإدارة المنتخبة الجديدة في البيت الأبيض؟ نعم ماجد، عمليا نتنياهو وفي استعراضه للأخطار الأمنية التي تحيط بإسرائيل اقتصر هذه الأخطار بعنوان واحد ووحيد فقط، وهو إيران. نتنياهو أولا قال بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بالاعتداء عليها، سواء من الأراضي اللبنانية أو الأراضي السورية أو مباشرة من إيران، وهنا تطرق للمشروع النووي الإيراني، وهو قال باختصار بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة الأسلحة النووية، وقال بأنه يجب بذل كل الجهود لمنع إيران ويجب التمسك بالسياسات الصلبة المتبعة حاليا، في إشارة إلى سياسة الإدارة الأمريكية الحالية. نتنياهو قال بأنه يجب الإبقاء على هذه السياسة في رسالة واضحة للرئيس بايدن، الذي أشارت بعض المصادر نيته العودة إلى الاتفاق النووي القديم مع طهران. بالنسبة لنتنياهو هذا هو القلق الأكبر استراتيجيا من الناحية الأمنية. نتنياهو يحاول تشكيل جبهة واحدة في المنطقة من دول المنطقة المعنية والتي يهددها السلاح النووي الإيراني. هنالك جهود دبلوماسية تبذلها إسرائيل في هذا السياق. الموضوع النووي الإيراني كان على جدول أعمال زيارة وزير الخارجية البحريني لإسرائيل الأسبوع الماضي. نعم. إسرائيل تريد من دول المنطقة المعنية أن تظهر في جبهة واحدة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل الحفاظ على الوضع الحالي، وربما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أن يشمل صواريخها البالستية وأيضا تدخلاتها في المنطقة. نضال، من الغريب في هذا التوقيت أيضا الجانب الإيراني في خطاب للأمم المتحدة قال نوافق على وقف يعني أي نشاط نووي في المنطقة، شريطة أن يتم توقيع الجانب الإسرائيلي على في دول مكافحة الانتشار النووي، وأن إسرائيل تملك أسلحة نووية ومشاريع نووية ومحطات نووية أيضا. إلى أي مدى هذه الرسالة يعني أو رد رئيس الوزراء نتنياهو يأتي في هذا الإطار؟ نعم، عمليا إسرائيل لم تعترف ولا مرة بأنها تحوز أسلحة نووية. هذه السياسة متفق عليها مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة. إسرائيل تقول بأنها لا تهدد أمن أي من دول المنطقة، ولكن من الجانب الآخر إيران تهدد كل الوقت إسرائيل وتقول بأنها ستسعى لمحو إسرائيل عن الخارطة، وهذا ما يبرر القلق الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد الدخول في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إسرائيل لم توقع عليها ولا تنوي التوقيع على هذه المعاهدة، وهي تقول بأنها دولة ديمقراطية ولا يوجد لديها نوايا للاعتداء على أي من دول المنطقة. لكن هذا السجال بين إسرائيل وإيران هو طبيعي، وهو يجري في إطار السجال الدبلوماسي ليس أكثر. أشكرك من القدس مراسل سكاي نيوز نضال كنعنة.